بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة، وعايز أقول لك إنه الله ماسك زمام الأمور، ضابط الكل. نفسي أبونا يكلمنا النهاردة عن ضابط الكل. طبعا عبرانيين واحد يقول حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. ده الجملة ضابط الكل من قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني، يعني ماسك كل الخيوط. أيوة. مفيش حاجة بتفلت من إيد الرب. أخويا ماهر، ونفسي أقول ده لكل مشاهد. والكلام اللي هقوله ده المصريين بالذات هيقدروه قوي. أيوة. قوي. أنا وإنت لما نسترجع اللي حصل في 25 يناير 2011، فاكر اللي حصل؟ أولا الأقسام اتحرقت، وبعدين السجون اتفتحت، البلطجية طلعت من السجون. اتخيل مجرمين وناس محكوم عليهم بالإعدام وطلعوا من السجن، نعمل ايه؟ نروح فين؟ احنا كنا قاعدين رعب رعب، ايه اللي هيحصل؟ بكرة شكله ايه؟ وكل شوية ناس تهاجر من حبايبنا، والناس اللي قاعدة هنا تحس بالغمة ومش باين اي، ونصلي ونقول فين الاستجابة؟ وكأن الاستجابة تيجي عكسية. أيوه. تقول ايه ده يا رب؟ أمال نصلي أمال نصلي، والدنيا تغمق اكتر تغمق اكتر. فاكر؟ أيوه. فاكر مرت قد ايه؟ بل اكتر من كده. تحس ان احنا كنا في عشوائية. أيوة. أيوة. في عشوائية رهيبة. فضلنا لغاية لما جه 2013 ونقول ايه يا رب ده؟ ايه يا رب ده؟ أمال نصلي انت فين؟ لكن أتاري هو ليه خطة تانية خالص. روعة. وفي الآخر بعد الكام سنة اكتشفنا، نقول يا سلام يا رب، فعلا زي ما زمان اتقالت ستفهم فيما بعد. كنا مش فاهمين. أتاري السيناريو عندك مختلف. علشان كده أنا مرة كتبت على الفيسبوك، قلت لا تحكم على ما يحدث معك الآن فقد تراه شرا، انتظر حتى تكتمل حلقات العناية الإلهية وسوف تراه خيرا. وشبهت العناية الإلهية بحلقات، قلت زي مسلسل. إيه رأيك لو مسلسل 15 حلقة وانت جيت عند الرابع حكمت على المسلسل؟ منفعش. استنى، لأن في مخرج، في سيناريست، وهو ظابط، في هدف عايز يوصل له. أتاري يا رب كان ليك لبلدنا هدف أجمل. الكنائس بنيت بصورة أفضل من الأول. مزبوط. البلد بقت أجمل من الأول بكتير جدا. بل خليني أقول لك حاجة تانية، وده اللي عايز أقوله لكل مشاهد، وأقول له بس إيه، بص للي فات. قعدت مسكت وطلعت على جوجل اللي مرينا فيه بس خلال الكام سنة اللي فاتوا. اسمع الأخبار. 2011 2003 كان سارس ورعب كل الدنيا وكنا مرعوبين، مر بسلام. 2005 انفلونزا الطيور. أيوه. وكانت مرعبة. 2009 انفلونزا الخنازير. 2014 الفيروس اللي هو إيبولا. و2011 الثورة وتوابع الثورة. 2015 داعش. وكله مر. أيوه. أنا عايز أقول تاني، هو ضابط الكل، هو المخرج الأعظم اللي بدأ الكون بحكمة شديدة جدا وهيختمه بمهارة شديدة جدا، ومن البداية للنهاية هو صاحب السلطان، هو ضابط كل الأشياء. يا أخويا اطمن. أيوة. يا كل اللي بتشوفني اطمن، احنا مش متروكين ريشة في محب الريح. كتبت وقلت كده على الفيسبوك في مرة، قلت اللي يقول لك العالم على كف عفريت، قل له لكن أنا منقوش على كف سيد الأكوان. أمين. قال على كفي نقشتك، نقشتك أسوارك أمامي دائما. عشان كده نقول له بالحكمة أنت. أيوة. واحد. أيوة. ماسك زمام الأمر. أمين. بالحكمة أنت واحد ماسك زمام الأمر، كل الخيوط بيدك وأمين بطول العمر. بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك
وأمين بطول العمر ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عالي وإيدك قديرة قلبك مليان حنان ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عالي وإيدك قديرة قلبك مليان حنان صالح أنت ومحسن صالح بطول العمر وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر مهما الظروف تعاند وان مرت الازمات تفضل بتقود وساند في اصعب الاوقات مهما الظروف تعاند وان مرت الازمات تفضل بتقود وساند في أصعب الأوقات ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام كله بأمرك يصير دي وعودك مش كلام ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام كله بأمرك يصير دي وعودك مش كلام تفاصيل العمر عندك حسبها بالإتقان وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان تفاصيل العمر عندك حسبها بالإتقان وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان بنباركك لأنك هو هو أمس واليوم وإلى الأبد قلت أنا معكم كل الأيام مصدقين يا رب إنك معانا مصدقين إنك ضابط الكل مصدقين يا رب إنك سيد كل الأرض ليك كل المجد آمين